بسم الله تروح دير ماشي كتحضروا كاع كل رياضيين بصفة عامة وكرة قدم بصفة خاصة أنا نوجه كل المواطنين واللاعبين والمدربين وكل ما هو رياضي أنه يعني لابد أن يذهب إلى مكاتب التلقيح باش يلقح لأن كما يقولوا رانا بالتلقيح تستمر الحياة ولازم لأن رانا بموسم رياضي يعني باش يبدا لازم نوجه رسالة لكل الرياضيين على كل المستويات وكل الاختصاصات أنه لازم يلقحوا إلى جميع الرياضيين الفاعلين في رياضة الكاراتيه وإلى جميع الرياضيين الفاعلين في الرياضات الأخرى للتوجه للتلقيح لحماية أنفسنا وحماية دوينا وأهلنا من هذا الوباء. نقول تلقيح نقول أكبر شريحة من الرياضيين هنا في مدينة قرش بمختلف أطياف الرياضيين من مدربين ومسيرين وكذلك أنصار يعني يكونوا رياضيين من أجل والهدف هو إعادة الحياة يعني الطبيعية للرياضيين كما لا يخفى الجميع بأنه لمدة عامين تقريبا المنافسات يعني كانت شبه منعدمة يعني العودة إلى الحياة الرياضية والنشاطات الرياضية بالولاية نظمنا نقطة دار شباب خير الدين يعني مخصصة لكل الرياضيين بالولاية من أجل القيام بعملية تلقيح تحت شعار بالتلقيح تعود للحياة.